يجري سامر المسؤول عن العرض المسرحي الذي سيقدمه أطفال روضة ألفا في جنوب دمشق خلال الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة السورية تحضيراته الأخيرة قبل بدء العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم رح نقدم عرض مسرحي من روضة ألفا بيحكي هذا العمل عن وضع السوري بشكل عام، وبيتخصص بيسلط الضوء عن بعض الحالات من الاعتقال من أبناء الشهداء من الأرامل الموجودين بالمنطقة الجنوبية. رح تشوفوا العرض كتير حلو، بعد ما عملنا من شوي البروفات رح يكون في عمل وفي رسالة واضحة وصريحة نطلب من الجميع يتوحدوا في سبيل النصر. إضافة للعرض المسرحي، تضمن الحفل الذي نظمته رابطة ثوار جنوب دمشق فعاليات وأنشطة عديدة، فبدأ بكلمة افتتاحية ألقاها أحد الناشطين في المنطقة، تبعها إنشاد بعض الأناشيد الثورية، كما تم عرض مقطع عن مراحل الثورة، وأخيرا تم عرض عمل مسرحي غنائي قدمه بعض الأطفال المشاركين في الحفل. نحن اليوم مجتمعين نحتفل بالذكرى السادسة للثورة بإذن الله تعالى، اجتمعنا عملنا حفل صغير. نحن هلأ بنحب نخبر بشار الأسد وحلفائه وكل العالم يسمع أنه إحنا هلأ بلشنا بالسنة السابعة بالسنة السادسة، راح نضل مكملين، وهلأ بلشنا اعتبر كل الدماء والشهداء والقتلى وصفر، هلأ بلشنا. بنحب لك نفسنا طويل أطول من نفسك، وإن تغيرت الظروف هلأ إحنا بريف دمشق بكره ما بنعرف وين منكون شو بترغمنا الظروف على هذا، ولكن احنا بنقول لك انه راح نضل مكملين باذن الله حتى تنتصر هاي الثوره ونحقق اللي طلعنا مشانه، وما راح نضيع دماء الشهداء والمعتقلين هدر باذن الله تعالى. في مشهد يحاكي بدايات الثوره، اختتم بعض الحاضرين الحفل بمظاهره وهتافات الحريه، محولين الحفل لعرس ثوري. رغم ما تمر به مناطق دمشق ورفها من حملات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي طال العديد منها، يحاول ثوار جنوب دمشق اليوم في الذكرى السادسة للثورة السورية التأكيد على أنهم مستمرون في ثورتهم رغم كل العقبات والصعاب. وليد الأغا والأورينت نيوز، جنوب دمشق.